مساحة عاطف حسين النهاردة أعزائي المشاهدين، نادي إنبي بالزي الكحلي الكامل أو الأزرق الكامل، ونادي المقصة بالزي الأحمر الكامل أو العناب الكامل على أرض الملعب. محمد مرسي يلعب الكرة الطويلة، شفت الكرة دي اتكررت، دي المرة الثانية، دي المرة الثانية الكرة تتكرر نفس الكرة الطويلة. دي تسديدة من خارج منطقة الجزاء، حلوة حلوة البداية وحلوة الكلمة الأولى من نفسه، سدد بالقدم اليمنى، ولكن تصدي تصدي هنا رائع من الحارس رمضان مصطفى. كلمة أولى ومباغتة أولى بالنسبة لنادي إنبي، لمسها لمسها رمضان، مهمة جدا، البدايات مهمة جدا. أدي المساحة اللي بيلعب عليها محمد عادل، محمد عادل معاه الكورة، يلعبها حلوة العرضية، تفويتة حلوة من حلاوة، يرجع ناحية شمال علي فتحي، حلوة حلوة حلوة، عدت من الكل، عدت من الكل، العرضية الأرضية اللي كانت من علي فتحي كان عايز يطلع فيها جونا فيري، ولكن على طول كورة أطول من اللازم ترجع لخط الدفاع. كورة من ناحية اليمين على طول عند دويدار، عرضية من دويدار ولكن أقوى من اللازم، الكورة فيها مخد مرسي، كل ما الكورة تكون معاه يلعبها أمامية، قليل جدا ما تتابع محمد مرسي معاه الكورة يرجعها لخط الظهر، لا على طول بيغامر وبيلعب الكورة الأمامية حتى لو ما جاتش، بس أنت هتلعب الكورة الأمامية. أدي الكورة خطأ، خطأ هنا، خطأ من رمضان مصطفى في اللقطة اللي فاتت، جه شتت الكورة استابوكا، خطأ كان ممكن يكلف رمضان كتير، أوه خطأ كان ممكن يكلفك كتير يا رمضان، خصوصا ان جون ايبوكا كان ضاغط عليك كده من يسارك، يعني كان ممكن تلعبها تمريره وتشتتها في المساحه. مصطفى هو ركز، ميلا يتقدم وهيلعب الكوره، ايبوكا ومصطفى، ايبوكا حلوه حلوه، ولكن في القائم، ولكن في القائم، حلوه الفكره، اكتفى رمضان مصطفى ان هو ينظر للكوره، ولكن من حسن حظ ان الكوره اصطدمت في القائم. شوف الكوره اللي فاتت، اه خطيره خطيره من جون، خطيره من النيجيري، كان لمصلحه نادي المقصه من ناحيه شمال التمرير، وعوده مره ثانيه لمصلحه فريق المقصه. هنا الكوره بقى، ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيحصل، في تدخل ما بين ايبوكا، يعني شفنا ان في اصطدام ما بين الثنائي، ولكن 22 وبقى عندنا تقنيات بنشوف الاعادات، تفكر اللي يعني تدخل زي ده مش هيتشاف، لا هيتشاف، وعلى طول حكام الفار قالوا لا تعالى ده في جريمه هنا ارض الملعب، في كورة بقدم اليسرى كده جوني بوكا عملها كده بشكل غريب، يعني بشكل غريب مش مطلوبة ايبوكا، ومش بنتكلم على ايبوكا يعني بالذات، يعني لا بنتكلم في اصابة ممكن تتسبب في اذى اللاعب الاخر. حكم اللقاء بعد ما شافها في الفار قرار ايه؟ قراره ايه؟ هل هيبقى في كارت احمر؟ هل هيبقى في كارت احمر في وجه ايبوكا؟ ولا يكتفي بالانذار حكم الساحة ولا ايه؟ عايزين نعرف برضو قراره ايه. حكم الساحة بيتجه ناحية جوني بوكا وبيقول ايه؟ يعني تدخل كان ما بين الثنائي، عايزين نعرف برضو قرار حكم اللقاء بعد ما شافها في الفار مين؟ ده انذار، انذار في وجه وكارت احمر في وجه بوكا زي ما قلت لكم، انذار في وجه، وكان تحصل على انذارين، شارك في 1737 دقيقة مع نادي إنبي. ادي كورة خطيرة لدينو بيتر في منطقة الجزاء، خطيرة خطيرة خطيرة، ولكن نادي إنبي شوف الإعادة، شوف ازاي عافر عليها، قاتل عليها من أمام منعم، سقط منعم ولسه حاول وراه على طول دينو بيتر بعد سقوط منعم. ده اللي بتكلم عنه، اللاعبين لازم يلعبوا على الصفارة، العب على صفارة الحكم، لما تسمع صفارة الحكم خلاص سيب الكورة، ولكن استمر. هنا منعم مش متسرع ولكن سريع، عادي شلبي معاه الكورة، عدى كويس، عدى كويس، سدد بالقدم اليسرى، ولكن على طول ركلة جزاء، ركلة جزاء من مين؟ من مين؟ مين اللي تحصل على ركلة جزاء؟ مصطفى تفرك كده في المنطقة الأمامية، كسب ركلة جزاء، ركلة جزاء من مصطفى شلبي. الحل الوحيد والإنقاذ الوحيد لإنبي في ظروف زي دي هو، وهيمنع هذا الهدف من مصطفى شلبي. ممكن ممكن مصطفى ورمضان، مصطفى ورمضان، مين اللي هيقدر ينتصر في هذا الحوار والمباراة داخل مباراة؟ ادي مصطفى شلبي يسجل الهدف الاول، نادي إنبي عن طريق مصطفى شلبي هو اللي تحصل عليه ونالها وسجلها بالقدم اليمنى على يمينك يا رمضان، عشان يتفوق نادي إنبي 1-0 رغم النقص العددي، يشارك نادي إنبي ويتفوق عن طريق مصطفى شلبي، رغم النقص العددي شلبي يتقدم لإنبي. التالتة تتقطع على طول بتاكلينج موجود، وبالفعل يطلق صافرته حكم اللقاء بنهاية الشوط الاول، تفوق نادي إنبي 1-0 عن طريق اللاعب. كمل التشكيل، احمد يوسف وسط الملعب والعجوز وديني بيتر، مصطفى شلبي، محمد مرسي، وشارك دلوقتي ابراهيم يحيى. نقول لكم مين اللي غادر من اللعيبه دول بالنسبه
دويدار يختار تمرير لمصلحة مرسي. عدى بشكل كويس، عدى بشكل كويس تسديدة، ولكن اصطدمت وغيرت المسار وخرجت كام ركنية. دي الركنية رقم كام؟ يعني شوف الشوط الأول، مع نهاية الشوط الأول كانت 10 تسديدات لإم بي مقابل صفر، مفيش أي تسديدة للمقص. لسه الكرة في الملعب والكرة عند شلبي، مع الكرة يلعب التمرير عند العجوز، هجمة عكسية انطلاقة وهجمة عكسية عند لاعب مصطفى شكشك، مع الكرة خطيرة لمصلحة إمبي، خطيرة واحد على واحد، واحد على واحد، يا شلبي فينك يا شلبي، يلعبها عرضية يرجعها لشكشك مرة تانية في مركز المهاجم الصريح. هذه كرة من ناحية شمال، علي فتحي يحاول يلمسها، يحاول يغمسها، يحاول يلعبها عرضية، ترجع لمحمد عادل في العرضية خطيرة، جونافيري عدت الكرة مرة تانية تسديد، لسه الخطورة يا راجل في اللقطة اللي فاتت، الكرة قدامه حطها في الشبكة، ما حطهاش في الشبكة، حطها بجوار القائم. شوف الكرة مفيش أي ضغط عليه، مفيش أي حد مضايقه، مفيش أي حد مضايقه في اللقطة اللي فاتت. شوف الكرة كأنها ضربة جزاء يا راجل، دي أسهل من ضربة الجزاء، حطها بجوار القائم في اللقطة اللي فاتت، غريبة من المقصة. بهجمة عكسية لمصلحة نادي إمبي، ينطلق مصطفى شكشك بسرعته، يبحث عن شلبي، يبحث عن شلبي، راح شلبي، راح شلبي مع الكرة، مسعد، مسعد بيتدخل، مسعد بيمنع شلبي اللي كان رايح في الانفراد، اللي كان رايح لحارس المرمى، خلاص منع. بس شوف ذكاء، ذكاء على مسعد، يقول له مفيش انذار، في ايه؟ في كارت احمر، في كارت احمر، في كارت احمر، طرد ثاني في هذه المباراة. مسعد يطرد تحت شمال شلبي ومرسي، وهذه العرضية في منطقة الجزاء، ولكن على طول هنا بقى الكرة تخرج لركنية لمصلحة نادي إمبي من ناحية اليمين، ركنية لمصلحة نادي إمبي من ناحية اليمين. أعزائي المشاهدين، لسه الحصار، لسه الحوار، لسه المرور، وادي العرضية لمين؟ وادي العرضية لمين؟ خطيرة لشكشك في منطقة الجزاء، لف جسمه كويس، سدد الكرة، خطيرة، خطيرة، حلوة الكرة. رمضان مصطفى، إيه الحل يا ترى بالنسبة للمقصة؟ إنه يقدر يرجع في هذه المباراة، هل يقدر يرجع؟ ادي الكرة خاطئة رمضان، خاطئة من رمضان، خاطئة من رمضان، يختفى مرسي مرة تانية. الخطورة يا راجل، لوحده فوق، لوحده فوق مصطفى، شلبي، شلبي، ولكن انقاذ، انقاذ، انقاذ من احمد عيد. لسه الكرة، لسه التسديدة، يسددها في زميله يوسف، لسه الخطورة موجودة. شكشك مع الكرة، اولى على فكرة في مسابقة الدوري احمد عيد، دي اول مرة يشارك مع المقصة. شوف الكرة اللي فاتت دي، شوف مصطفى شلبي صوته راح، صوته راح صح، وابعد الكرة. ادي شلبي مع الكرة، مرسي، مرسي، مرسي يدور على حل، يسدد من خارج منطقة الجزاء، ولكن خبطت الكرة في ملعب. اللعب مستمر، كرة تنزل ناحية شمال، علي فتحي انطلق بسرعته، انطلق بسرعته، راح امامه اكثر من خيار، ممكن عرضية، 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 الكرة ورأسية على طول من فهمي، ولا مين هو فهمي اللي لعب خلفه من مكان خطير، مخالفة من مكان ممكن يبقى فيه كتير. ادي التمريرة مرسي ما طمعش فيها وسددها، لا هو تعب التمريرة ليوسف، ولكن كانت اطول من اللازم. ويحلت مرور وانطلاق، شكشك مع الكورة، شكشك عمل مجهود بدني رهيب من ناحية شمال، يحاول ينطلق ويخترق، يحاول مرة تانية يحافظ على كورته، لسه لعبة مستمر. تمريرة عند يوسف لبيب، يوسف لبيب، تدخل هنا، ترجع الكورة في وسط الملعب، العجوز هيسدد، العجوز لا لسه، لسه واقف على كورته، جرجس، جرجس مجدي، هي 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 الثاني، هي الثاني، هي الثاني، هي الثاني، إمبي سجل الهدف الثاني، جرجس مجدي يضيف الثاني لإمبي، عبده سجل الثاني، يا باي عليك يا جرجس يا مجدي. شوف الكورة، شوف الكورة باليسرى في الهدف، يسجل بالقدم اليسرى على يسارك يا رمضان، يتقدم إمبي بهدف ثاني، خلاص الأمور انتهت، والضربة الأخيرة، الضربة القاضية، يسجل الهدف الهدف الثاني اللاعب جرجس مجدي، والبديل ينزل ويبدل ويأكد أوضاع المباراة، يسجل الهدف الثاني جرجس مجدي. قلت لك هي 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 إمبي في طريقه لتحقيق 3 نقاط وانتصاره السادس في مسابقة الدوري من 25 مباراة. هذه كرة في وسط الملعب عند زياد كمال، يلعب الكرة بالقدم اليمنى، انطلاقة، انطلاقة لجرجس، انطلاقة لجرجس، في مساحات، في مساحات، في ثغرات، ممكن عرضية، عرضية الكرة، ولكن على طول تدخل من علي فتحي، ولم يستخدم فيها العقل يعني والتفكير، استخدم قوته الكبيرة أو تسديدة بقوة كبيرة تخرج خارج أرض الملعب. دقيقتين وقت محتسب بدل من ضائع، واحنا بنلعب في الدقيقة الثالثة، وهذه التمرير في وسط الملعب، نقلة لمصلحة فريق إم بي، نقلة والتانية لمصلحة إم بي، خلاص الثواني الأخيرة من عمر المباراة، انطلاقة، انطلاقة من زياد كمال، انطلاقة من خطيرة الكورة، خطيرة الكورة، ولكن حارس المرمى بيخرج، لسه الخطورة، ولكن في الشباك الخارجية.